اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا أقلاد في السلسلة من الدروس في المحي بعمل في محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس والسنة بفضل الله وبرحمته الدرس السادس. المحبة من في محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل إذ وجن إذ رسل ديننا، إذ وجن إذ الشرط الأساسي للديننا يقرد وإن دقيقة سبحانه وتعالى إن في محمد صلى الله عليه وسلم إذ وجن أي زبير الدخي قوي ونون أتحميم أكثر إيمان أكثر بر ونون أكثر ولد ونون أكثر لعيب النار يقرد قوي عزيز سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاته. سورة الأحزاب كاد يقرا أن في محمد صلى الله عليه وسلم ذو بقين آت السورة أقفي تنفسي كما يقول ذا شو مجا عزيزنا في عادة تنفسي دينج وإزمانا كنت يجد ذلك راجس ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم ذو بقين آت السورة ذات نفسي دينج خطر شمي أي مثلا تنفسي العبد ذا شو مجا تصوات الصوات البعيدة أروين يهارا يقرد خلاق دقيقا وما أبرئ ونفسي إن النفس لأمارة بالسوء يقرد النفس يا البنات سكيدي دي تسمرا بكل سوء كان وين ندير مرة أكو يا غارية وضيعة تنفس يدي يصور ذا مع آدم عليه السلام باش ندي السفرة دي الجنة تنفس يدينس قارون شو ما سيك خسف سيدي ربي فلا سي قاعة تنفس يدينس فرعون ذا شو ما سيك سيدي الصغر سيدي ربي تنفس يدينس وكان العبادة دي إلا مرة أكو دكم كان يهم إيجارا دمنا فين خلمن ذا شو ما ثني الصغر تنفس ولكن ماذا قلنا في كتير الزورة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم دخل ويك في الزورة ثم زوروا نفسيك إذا انسانا كقرانا في نفسيك وقت صدورا لكن في دقار الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن دو تسمى ريون دوان وتسلاره الكامل ذي الإيمان إن دو حجم ذاك الليغة الجويس أكثر إيمانيس أكثر والدينيس أكثر برويس أكثر لعيبة مرة كما يذ مثلا الخطر ذا شو إذا بريد دي ويلعب ذا شو مكوي دي في المرة أكو كرك ويني لن كامل حجم بدي كانيكس دي جنث إجنث أرسيك تبار بجميع على يد مثل ذنش تجينا غفا أذا غيسيو ذن في محمد صلى الله عليه وسلم أذا ليس تبريد الجنث كيف مثل قال طريق الوصول طريق الوصول على الجنث طريق الوصول أقدام الرسول ماذا قلت تبعض رثر الرسول صلى الله عليه وسلم كي يوم غير الجنث ذو كنك سوى الغرورس ولكن ماذا قلت ماشي يثر من في محمد اتبعض يقص عقيد بليث خضيض وبريد الجنث كما يذ مثل إذا قد العقيقة فيقيم فيهم أن في محمد صلى الله عليه وسلم يحمل ما ينسيقر أمتي ذا شو ويذي شغف المرة يفغى هذا ربي من ما ينس أسيف كل أخلاق الحسنة آثي آي استبعا ذي لثر نينس يتوينك نغار جنث فيقيم في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إما يفيد الشكا إما الدحيث يتشيونه متحدي ودي متحالة للخلق إلا نوقف ليس نغلق وني للمدن من بعديش اما ذي الانبياء والرسل اللي قاعدين وقفين وذي ديم الدحالة ما تنديم الدح ان في مشكل صلى الله عليه وسلم هذه قال وانك لعلى خلق عظيم اذ كيز ذكر الصفه من الاخلاق يوصف سيدي ربي سبحانه وتعالى صلى عظم ينس بانها عظيمه عظيمه صلى عظم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى المعنى ان الاخلاق العظيمه غادي يفكر في محمد صلى الله عليه وسلم وتي يفكر على غير ناس كما يتمثل اذا ذي القمه من الاخلاق ولكن ما نسكتش واش معنى صلى الله عليه وسلم واش يسال انشتاك إذ ديفك ربي ذي النعمة عن الأخلاق إن دي إلو مين وبشر ربي غيس إلو مين يقرد إنما بعده لأتمي ما كان من الأخلاق إن دي المهم مين الوحيد ما فيه دي شجع سيد ربي غير أمين إن دي شجع عيد بشر ربي غير أمين والخيرك يخدم يعني عقد مرة ذا شو الخيرك يخدم ماذا قلي يستعني منها ماشي من قد يتسكن أغرونا قد يتسكن شكشو قد يتسكن الحاجة يصار فضي السينك وجدها الرزق من هون من عند سيد ربي غير يتسلم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن وين كحميلك يا ربي ذا ربي غير يستعلم نستعلم كما يتمثل إذا في مشكل صلى الله عليه وسلم يروح تغرونا يروح المهمين باش ذا ربي غير الأميس إن ذا الكين وروح باش ذا ربي غير الأمينو غاس ماذا قلت شوى ذو غاس ماذا قلت شوى جرحة غاس ماذا قلت شوفغني ذي ثمورتي غاس ماذا قلت حرف نيام ذي ثمورة مدن
ينبينيش ولكن يقرص سيدي ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ماذا قال لك الشيء موضوع غضب ظرف اللي سيدي ربي أين يبغون يضروا يده وتساعد تشك ظرف والمهم منه أضرب بغلو منه أسنسكشمع الصفة إنها أدكسر الصفة إنها وإذا وقال إذا بريد يتسوينا غد الجنة على خطر الرسول صلى الله عليه وسلم سيما نسي فرد أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. حسن الخلق ما يسعى العمل صرف جيدها إذا وقال إكس صواب غير جنة أي مدن خطر لعب يسعى بعيد عن جربين جنة ومن سوء الخلق وتقبي ظلم وصبى ظلم مذميك مذوينه ذي العب ذاك اللي يبقى يده وصبى ظلم يلعب ونصور بارا صرف جيدة تسجني ذا الإنسان تسجني إذ العب ماذا قال يتصور بالعب ماشي دي ما كيف تسجد ماذا قال يتصدم النفس ولكن ما يتصدم الروح اللي نس الإخلاق سالإخلاق ولكن سوء الخلق واللي يسعى سيء الإخلاق يكرهي ربنا وكرهي الحجر الشجر يكرهي كيف مثل أما كندي قال يحيى بن معاذ رحمه الله إن سوء الخلق ليوت سيئة إن دون فعتر الحسنة ما تقتد الغرض إن دون ولكن حسن الخلق ليوت الحسنة وتصدر ترى الكثرة السيئات ماذا قال تقتد الغرض يقال الفضيل بن عياض رحمه الله إن دون ماذا قال الصحفي الفاجر إنسان الفاجر يسعى حسن الخلق يسعى الصفة دي الهاني تصربة أخير ولا ماذا قال الصحفي العابد إن دون تصربة خذ ذلك إذن خطر حسن الخلق يحمي سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ وكن ذي الكامل ذي الأخلاق ذي القمة على الأخلاق وذي كيف ذي الاسم تحسي لربي سبحانه وتعالى ما ديقر وإترش وإنك لعلى خلق عظيم باش أذي كسدينا الصفة الصفة الدينية أغدير الصفة دينها إن دون سكين المهمين إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق كعيد مثل إذا كان هذا الرسول شبيح عزيز يغدي بوين يدي بوين يوث المهمة باش أغدي السفر ذي الطيام غلافات أغدي السفر ذي الجهل غال علم أغدي السفر كساو الدوسان أغدي السفر غال الوضع وإذا بريد السفر غال الجنة هي مثل الجنة الدنيا يكتب زوارو ثم كان يدي قارب نتيمية رحمه الله الجنة الدنيا جنة الإيمان جنة ما اكتب عن أركضنا في محمد صلى الله عليه وسلم وإذا الجنة الأخر أغسي كتبار من جميع الإيمان إذا الإنسان إلى قناعة باللي ماذا قال لنا الإنسان سولت له نفسه من يهضر إلى نهارا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقال يعقل بلي غلط تموس نمو السيلة رموش بيحنا نبيه والسيلة للسيلة ولكن تقول يقدم أم كل نسيم ما تسير بلي غمس لا يديرين يفضل أفوش بيحيك عزيز صلى الله عليه وسلم وركات سرط الشمس لا يديرين على فترة سمع ربيا بشدنا درم سليلها أن الإحسان للإساءة من سليم سليم دي لنا نردم سليم سم سليم العين كما يتمثل إذا الإحسان للإساءة مش الإساءة للإساءة ولكن الإحسان للإساءة أنا رم سليم أم سليم العين إيه وين الدين كما يتمثل غسل سيامي لا مويته ذرنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ترسل ذهن وراء الله ربنا سلم من ذهن وراء الله ذهن وراء الدنيا ثمرة ولكن ويك تحشي لما ينسي وصربة باش تهضر امس لي العين باش تصرف شمس لي شمس لي العين سيدي ربي دقيقا يفرض ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اهل الكتاب اليهود والنصارى ان ولكن اين هو نفرض كما ولسن لا الانسان لا الذي الدين الدين الاسلام ولكن كنا سنا شمس لي العين اسن مثل قبل شمس لي هذا الخطر ذا الاسلام غادي انا لك امن عاوش احنا نبي باش يفهم امس لي امس لي ندير كما قلنا اي مثل ولا يعني رد الفعل الانسان المسلم مريس بين الدين في الدين الاسلام ماشي ذكر بين الدين دي شوف هذا القميص هذا كرس بنيان ولكن هذا سلط الضوء في الاسلام بشو ديننا هذه درس السيره من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تزرك اني تيقي حي وتطبق غفي ما نشوتي الشوف غير غير هذا خطر الرسول صلى الله عليه وسلم تشوش قاعد العباد الدنيا مره يقرب وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذير يقرب ولكن اكثر الناس لا يعلمون تصون الزرارة خلق من جهل شيء عداه الانسان الزرارة السيرة في محمد صلى الله عليه وسلم وذي تسيلة ولكن اسمنا ذي سيلة يكشب الدخي ويسعى وذي لقضي الكاية مثل خزر باش نزر واش بحنا في صلى الله عليه وسلم ينايا غنكوني من العباد الدنيا مرة مثلنا انما المؤمنون اخوة ذم زورا الاسلام وحدة ذم زورا الايمان وحدة ذم زورا ولكن غير المسلم يمثل من ادم الجهل ما غادي يدير غير الجن غادي يمشي غير في محمد صلى الله عليه وسلم وغادي يدير الانبياء والرسل خاطر كلنا نفس الانبياء والرسل مره اكن من لكان قول الولش مخلي فرق قال سيدنا نوح ذا مزوارو ارمي في محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين احد منهم كما مثلا
تعدد يوم الجنازه نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهودي يكرد انه في مشلح صلى الله عليه وسلم مثل يفقع الصحابه يكرسي الدم بالدس ولكن الصحابه انا نسى رسول الله ذي يهودي ما يذكر لك الناس واش يحن النبي صلى الله عليه وسلم الناس اليست نفسا الناس ماشي النفس ماشي اللي يعقوه هنا الرئيس للجواب باش انت انسيم الي شعور قدر الى عباد الدنيا مره جهنم واش ماشي يذكر بها واش تكش من الكفار باش تكش من المنافقين باش تكش من الفساق ولكن شتيني ما ينسيم تصور من كانت تكسر ما كنير من ادم اثي تكسر اثي تجمع غرك اكيد جزي ربي سي خير سوا جتنا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يوني عارف هذاك لفه بيطيد يهدي ربي شوف زيك يكشف لك على الاسلام سيدي ربي هذاك يهدي يقرض خير من سيدي شرقي حاشا هذاك كان يبذل الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصل الجيش يسمري فوق هذه روح على الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمر يهجم غا في يوث تمور للموحد يخدم ضد يتدفن دي غا في يمانيس ماشي ديك راه ده جبل يهجم غا في يوث تمور نظام مستحيل والف الف مستحيل الدفاع في نفس اللي زعما تا تمور تبراني ويتسجل من الجيش نظام ديك شمال تمور تبراني دي ديال وما دي تمور دي الشوف غادي ماريز يوث تمور فغاما تهجم في الناس اذا انت راهي زوير لا ما كان قال لك لا ميور ديفونس سي لاتاك لكن يخدموا واش بحال النبي صلى الله عليه وسلم لان غادي يوصينا الجيش أسيني غروة تسمى غمام غار غروة تسمى غمام ثبتوت غروة تسمى غمام روفة غروة تسمى غمام تجرى غروة تسمى غمام غروة تسمى اليهود النصارى المسيحيين دي الكنائس نسل ثم فهمت من العاب دي سيد ربي الكنائس نسل غروة تسمى تسقرهم وثم شبوي ثلاثة فرزة وعين يدو شريح للنبي صلى الله عليه وسلم أكما يثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسمى غيك فتح ثمورتنا القدس قرأ شألت شهيد لسجين توماس أرنولد ثمورت الإنجليز اللي مش دوبا بورس بس هذا هذا تيموانياج لوكسيدو أم كي تيموانيا نثني بالذات للعلماء لوكسيدو من كده هذا نفس شمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه قرأ إن الشاهد اسمه قرأ عمر بن الخطاب ثمورتنا القدس وإنه لنا اليهود هذا النصارى الموحد إنه لنا الكنائس نسل الجهن في أخطار مثيرة التعالي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن تيمية غيث مثلا اسمه يدهجم التتار ثمورت بارن شكشمتن غير لحبوس مرة ولكن يروح ابن تيمية على المكان اللي يسعى في اللي يسعى من كنيسة المجتمع استقدرت يروح باش ندي السوفا دي حبس اسمه ما يقضي باش ندي السوفا دي حبس لنا سير الحرد السوف غنسيه ولكن ابن تيمية الإسلام ينس أهل الذمة وبيك الدولة على يم غير أنا مثل اليهود مثل زصرة أكن دي فرنسي ما دي هو ذا الذي يسمى مثلا كل صلاة ينس أن يشوف مرة ويشوف غسل مرة أي مثلا يفوز مرة يفوز من فوز من ابن تيمية رحمه الله أكن أي مثلا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الإمام الجليل إنسان يون الجالس نسكره في تشجارك ما نذكر السكره وفي تشجارك تصدقه يسق الناس مسكين يغص ولكن باش هذا هذا عقب في الناس نغادر شيء اللي كراه دي موحد اللي كان اللي كسبد يبغى شو ربي يظن يوم بس يشلر من السوق إن سودي جينر سجعت سجل يغني كرت سمح يرسل الناس إن سد البيت لبوليس إن شو عندي ديسكر أنا موزر هذا شيء خدمة إن شو يبغى ديسكر أبو حنيفة رضي الله عنه يركب زعلان يروح على حبس أردنا يهذر شو من يستكيف شو مش تجين اسمه هذا كم ربي تشوفهم الجار والحيضة في الحيضة الكنسة قد يتشوفهم أمشي سيسل أبو حنيفة رضي الله عنه يقول يتجرى ديس يقول يتجرى بس يعني ما ديتس يقرص شو أنا مغول مسكين ولا شو هذي دي مكتين أكمل ساعتي طرق عام ثلاثة سكع شو أنا مغول مسكين ولا شو هذي دي مكتين يروح أبو حنيفة رضي الله عنه ومثل دي السوفة دي حبس يسرق مثل الفرسة في الزيلة ينيس الصحراء يتقال لك المرة عام 13 ساعة قلت بقلت شونا مغفون مسكين ولا شوية كده ولا شوية دي مكتين أهدر تشوف ينيس الله ما تصدي يا إمام ينيس عوه وكل عوضة سكر ولا عوضة ثبع قبل إذن الخمر وقس من يميثوب يغل نفس ولد السوفة مزور دي المسجد وجد تعاليم في محمد صلى الله عليه وسلم كان مثل وجد نشر ديومر سيد ربي نشر ديومر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ربي قرد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يقرد أسبع القرن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حبيب سيد ربي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذا ماذا قلت حبيب سيد ربي تبعث الركطة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذر وين تبعث بالله العلي العظيم الذي يذبح الدنيا الذي يذبح يخلف كما يثبت إقرار من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إن دون لا يتبع نذر ديو إن نسيت ربي تقف كي تزيد الضمنة إن دون لا يتبع نذر ديو إن دون تشفغ وبريد ونسيل الشقى إن دون لكن وإني خبرك إني وبريد لأنه يسيد ربي سبحانه وتعالى نسفق ثم عيشة ضنكا إن نسفق ثم عيشة وعرات
ولو هذيك شبع لي مليار من الدولي ديك غير البورصه هذيك شبع ولكن فما عاش طبعه حتى تيشرب ما يشكش فوق الكاز من الدولي فما عاش طبعه حتى تيشرب اي نيفو ما يصحى لا نيفو ما يسعوا دي دولي ولكن فما عاش طبعه هذيك الشيء اللي ربي هنا نزل دخل المخرج هذه عاش دخل السعايه ما عاش قام من بعيد من جنب يجي من اذا الدبر ربي الدبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكشفوا انا يدمد أم خسر يعني شو متقارن العلماء وتمرثن الغرب غفية كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نذل وجد يوم درس الدروس في المحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقول بشد يعني من التيموانياج من العلماء أشد قارن العلماء من الغرب أشد هدرنا فوش بيحجب صلى الله عليه وسلم باش أنظر الحقيقة خطر ماذا قلت لذين شيء ما دي هدرنا فلس الدين ما هاد بلك يمارش إمار غرورس بلك مش يسولي سيدين ما هاد حشر بقعين سبحانه ولكن ما ديني من وين كفاعد في الإسلام ديني والذنش الاثنين دي قرروا انتقابك سنغى الإسلام هذا ديني لن اندي لن غفوية ونسنن دي الكزا ديني مقارن جورج برنارد شاو في ثمورة الإنجليز اللي يونا فايلة شوف اللي يونا خدمين لبيس دو تعالى ليش دي قرروا الكزا كما فوش اللي حنا نفيم صلى الله عليه وسلم يند ثمورة الدنيا يند حواج يونا والكزا يتخميما أخمم يتخمم محمد صلى الله عليه وسلم فطر الإنسان ما يدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يستدع الصلاة والسلام عليه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر غسل فطر يدرث دي والنظر سيب عادي شيء نقاف الدين خطر ذي المنفع عادي باش أدي صلي في الأكسي دي ربي دي سبع سنوات عشر قبل أكيد يقرب أكيد يقرب والجزء يقيم وكنيسة يقيم جورج بيرنا شاو يقرب يطرد أخطر وجزء جيم إن في محمد صلى الله عليه وسلم إن دي سلس دينش بمكان النقطة بمكان العيب بمكان السين بمكان السلام بمكان اللهنة وكس على الرحمة أخطرنا إن في محمد صلى الله عليه وسلم خطر دين نسي يبنانا في العلم يبنانا غفل المعرفة إن دينا جيم أتصل إذا تبع عند قرأ وتمرثي وده الدار السام العلم جاكنيزيم إذا أتصل إذا تبع عند قرأ وتمرثي إن دوين يشعر المجال مقرحان دي تمرث الأوروب دينا جيم ولا قراريش يقرب يعلن غيبات إن لا دار يركز دي القرون الوسطى من القرون جادا إن ده ضرد في الإسلام ده ضرد في الإسلام شوها الصورينس إن ده شيء استخدم لكنا إن ده الجهل والسنارة إن ده الجهل إن أبو الطع الصوب للراسيس بس على الراسيس إن ده ولكن ما لسي الإسلام ذا ذاون المسيحية اللي قال جورج بيرنارد شو أما ذا في محمد صلى الله عليه وسلم أنا مد دينينس إن ده ولكن كني ما سمينا طلع في الأمر الدينجيم الأمر الدينجيم إن ده في الأمر من الفيج إن الإسلام يهدف كسي ذا ربي إن ده لفت لعمر دي الدونيثي جي ونوس والسن سي ذا ربي يثلث عذوث من الإسلام غير المسيحية من المحال وإذ قلتي سعين في صلى الله عليه وسلم ورتي سعين الإسلام ورتي دي ستة سي ذا ربي ذي دينينس إن العبادة ربي كيف مرة يسعى الرحمة ربي مثل يتشرو هذا الزاديون يدي في غرام ودي كشمارة غير الإسلام تمسروا ذي مطولة يتشرو في الأسوش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم إذن يسعى الرحمة في العبادة مرة كم يدي قال وكذا كما يتمثل إن الضر الرحمة يكسعنا في الديان مرة أكيد إكيد يسكمل إن ده نكون إن ده سنسميه منقذ البشرية إن ده سنسميه للصوفتر دو لومانيتي إن ده كاس سنسميه إن في محمد صلى الله عليه وسلم دفع وفي إلى شوفة كان أكريزي إلى يون النظام قانس توماس كارليل دي ثمورة الليكوس ثمورة الليكوس أبطف إنجلترا مثلا في جماعة دي دوك في مورثة جينة مورة بريطانيا يقال توماس كارليل أكريزي يدرس شخصية التاريخ مرة من قسمي واسمي مثل ذا دولي ذا شو مدي هذا رأفوش لإحنا في صلى الله عليه وسلم يخل مدي يتكلف 1845 في إيبوين الفلاسي حمبري نوبل إما قرن الأبطال نغلي إيرو ويخدم مسيون الشاب يترم قرحة في محمد صلى الله عليه وسلم يقرب ديون القوم إن هذا شيء يتسدر فيه إن ديون القوم يسعيش دي السحران بثم ورثنا حشر من إن ديون وسني قال الشان إيو يجيني إن دي السعالي كل الحود ويجيني الحود الشرق الغرب يونس وهوسين وسني قال هذا مف إن دي ولكن اسمه دي بعث في محمد صلى الله عليه وسلم عن قرس إن ديون دوغل ألا تمرث دونيث مرام في اللسن أمس العلوم أمس المعارف أمس يكند القلة ثورة كثر أمس يكند تعيش دل وغنس العزة إند أعد يون القرن فين دي ومن في محمد صلى الله عليه وسلم إند ثفتش مرث النور ثوما من دونيث كبد قرد توماس كارليل دي ومن الجائزة ونبري نوبي غفية إند أنشتاقين خزر كيف مثلا في دفاو توماس كارليل يجرون يقردوا حمية ضروحيه إدي قرد هو الجزء كم ذقنيزي عن ليبوسي توماس كارلين كانت حمية ضروحية من الحمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الضروحية
إنن ذيول العرب قرآن أثن كل يوم دين غريسيين باللي مدر الديد وديور إلا وديور اللي محمد صلى الله عليه وسلم يستعصي الصفة إن دو تنه سيارة الخطر يستخل أكد يقرار ورقز أجام ورقز أنا يلمن إنن باش يعني أديني باللي الدين الإسلام إبنا ما في كل نغم في محمد صلى الله عليه وسلم دخل داعي يعني خد داعي غشي نغي تزوير إن دين شتيجون ولا شو يكتب إن دا خطر الرسالة ينس إن دا ما زالت السراج البنية ذي طيج الجوال ثم ورا الدنيا مرة ذي الوقت اللي ينسى من وسيا ذا الدنيا أكثر من 200 مليون لعبادة تدفعان إن دا ترى 200 مليون أجمع تدفعان كجيم اكتفعان دينا جنسي يفغذنا كي عاقي يفوق سوى نستجيم بوانت انتروغاسيون توماس كارلين إيه مثلا لان العباد لان كرام العلماء يجب تنشدوا على كرام يسن شاهد لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن المجتمع نسموس اسم حارب بشد فلم اخطروا فرار نسوف لهم وزمنا دينين عينان بليم شاهد لا اله الا الله رسول الله حاشو اذا نغي كيف كان ثروة نسنا دينين مهمة دينين استقار الله كان مثلا إذن إلا يون رومي قلس ألفونس لامارتين لامارتين هو كان الإنسان الكاتب الفرنسي المشهور مسلاوي كذي قال الله ليتراتور تسدر كذي برا ولكن خزرت شو من أشهر يعني كاتب ذي القرن التاسع عشر في مدن فرنسا إنه تبدأ قلنا نقص مواب تسار القس العبقرية العابدة العبقرية من الجيني العابدة يعني أين سعر الانتجانس القس إنه الروبجيكتيف وين في قيحو كل يوم العبد الدولي يجب الروبجيكتيف والروبجيكتيف يسيب ذا شوف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه خلوة هذه ويزاد هذه خمي السياح ذي الدولي وهذه خمي الجن باش هذا سيكشف إنه الروبجيكتيف العابد إذا القلة اللي مويا إكس عام إنه تبوه للرجل تسبكتاكولار إغاري الصور يتسمى نتائج يعني يقنجحن مليح مليح إنه دوك زمرد يقارن يعني صغر في محمد صلى الله عليه وسلم دوك قلت السؤال إذا يسأل إذا مثلا هو الكاس يقول لامارتين تمر من فرنسا إن دغاس ملك لا عندنا العيب هذا قاعد عندي دوني إن تخذ من تخذ من القوة تخذ من القوة الصارمة إن تخذ من أي بلد أهذ أي يبر يبرون العيب إن ولكن أسمع أروح إن تكراد إن يروح يدجس وسعد شيء يكمل إن ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم أي بيخدم إن دي قضاء في العبادة عبادة الأوثان إن دي يرفض تعلمت لا إله إلا الله محمد رسول الله إن ما زال سلف لحو أنا أحمد سيد ربي هذا نشكره كل نفدي من نظيف مرت نشيت يثمرت لا إله إلا الله محمد رسول الله دو درب لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا ما يرد لا نجدش عشان يثمر أن تدرغي طول من سنو ظرينا والسنة رشي مقارن في محمد صلى الله عليه وسلم أي كان يثمر الذي قرأ هو الجزء كان أي مثل يقرأ في محمد صلى الله عليه وسلم يدي وين دين السلام يدي وين السلام يدي وين صلاحنا يند يقضانا في الجميع في الإسلام يقضانا في الأوثان يند على خطر إسعة فيتس يند إنسان متواضع يند يستخدم بلد يند المحال مستحيل ألف مستحيل يستخدم العنف العنف ذي الرسالة ينس يند ذا الرحمة ذي إساء ذو سلام أكونية ذو سليين يند وكذلك محمد الخطيب محمد النبي محمد المشرع محمد المحارب قاهر الأعداء ذي القائل إن ماذا كنا نخسر المقاييس يجب إذن قسك العبقرية الإنسان ذا شو ممكن يقال إن هل هناك أعظم من النبي محمد هل هناك يخدمت بوانت الدروغاسيون السؤال ترى النوي قد لن أعظم من في محمد صلى الله عليه وسلم حشل سيد الرحيم كان ليس أي كما يتمثل إليه الملك يعني مقارن مايكل هارت يخدم أكما ثموسني سكاكا يدم ميام لي بيرسوناليتي مرة قاعدين بالتاريخ وذاك يخدمني يعني سطرنا في ذات نسل أما دين عين ما بتقول تكفري دين هان ذا شو إسرسن بمحمد صلى الله عليه وسلم ذا مزوار مدي القيمة إن ذا تصل إلى دهشين بذاك يغران أي قيم في المغاكا أشي مغيت سرسا ذا مزوار إن دولك ولاش بيقن جحن دير رسالة إنس أما دي الدين أما دي الدنيا أم بمحمد صلى الله عليه وسلم كيف مثل إلا يون قناص لتسين ديون الأستاذ إكسارين الديانة المسيحية دي الجامعة برمنغهام دي بريطانيا ده شو مدي حدي قار ورقزة جنيه مثل إن أدي قمك الزاف الجمهوري لسا أدي سمديحن في محمد صلى الله عليه وسلم أسي قار أميش المكان يبنى مكان يا مخلص العالم من ذل العبودية أو إن ديك سن العبادة دونيثة في الإسكلاباج أو إن إدي السفن العبادة ذل قيام غرفات إناس العالم اللي تفتخر يسك أي شكر سيد ربي سبحانه وتعالى سلمين حق سوكا دو جغد خدم سيد ربي سوش قال سوش قايس إن في محمد صلى الله عليه وسلم يقارد يقارس يا نسل إبراهيم أمين دي ويني أو إن دي فغن ذي كذب ننفي إبراهيم
إن أول إجمن حن السلام الدنيا يهنا من الدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا السلام الدنيا ما تريد تشيلين سيم تشيلين يهنا ما تريد تشيلين سيم تشيل رحمة ما تريد تشيلين سيم تشيل النفع ما تريد تشيلين سيم ثو طف في القامة زمرنس ما ذكر ثم قيد سقط قامة سعد ضارك في لسوس النقدارة يخنع فيها كين ما ذكر لنا تشيلين ما ذكر لنا في التفاسيك لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى قناعة قبل حشة لهذا ديك صورك وجمال ديكر وديك ومسلين ديني وديك كان صورك يقبل سيد ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن إزدقاري وش في حنن في صلى الله عليه وسلم ولكن وش في حنن في صلى الله عليه وسلم إلا تمشدين كان يمدينا الأنبياء إلا نقبل يمدينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يمر المؤمنين شوينش يمر الأنبياء والرسل أم كل العالم الإنسان المسلم المؤمن رحمة للعالمين مثل هذا الرحمة غفي للمجتمع يقيت عايشة يقاس عقيد بالله الديانة الديانة نكثر قصة كان يتمثل خطي الديانة خطي الدنفع هتكسلي من خطي الغير نظر هذه برويد كرات ولكن إيش حاشين العيام ريوان الغيراني إذن هذه قارب العالم التي إنس أنا أوين إجزر عن المحبة ولو أن الخلق أوين إدينا داخل الشريعة إنس إنما الأعمال بالنيات صك خزرك شقول إسفانا لده در المكان يتمثل إلا يومن قرنس صديو نويز الذي ثمر من فرنسا إنه في محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إشجارة بما ثمر ثبارة من وعدش ولكن إشجارة للعالم العالم مرة إثمر الدنيا سيدر بيز دينان وما أرسلك إلى كافة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون التشريعات دي دن الإسلام وتخصر يون القوم نغيون كان ولكن تخص تخص ثمر الدنيا مرة أم كان يتعامل الخلق الدنيا يفغى سيدر بيز ديون كلكم من آدم وآدم من تراب دي قرص الرسول صلى الله عليه وسلم لآدم كنت فكامل يفغى سيدر بيز سبحانه وتعالى لزرع المحبة الأخوة وغيرنا أنمي حمي وغيرنا أنا عليك وغيرنا خير الناس ينفعهم اللي قال مشبع النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ذي العباد إذ ونجي نفعنا ثم الناس أكاية مثل إن والتعاليم التعاليم نس الذين الذين يروح يثمر الدنيا مرة إن الدين ديس بجين البليغ أن في محمد صلى الله عليه وسلم عظيم في دينه عظيم في أخلاقه عظيم في صفاته وما أحوجنا إلى رجل مثل محمد نبي المسلمين إن نحوج نحوج أرجزك أن في محمد صلى الله عليه وسلم إليه فيكتور هوغو مثلا بين من ولاش أمشطوح عن القرآن ولاش من سيلارة فيكتور هوغو دي ثمرت الفرنسان يوم لكني لا أم قرآن ولكن أرقز أجين يخدم يوم في القصيدة في القصيدة نب أم قوية من أم قرآن أفن في محمد صلى الله عليه وسلم أسمع قسم تساف يخدم مثلا إلا ذي لا تارلت ونجي قاعدت اللي يجبل أسمع الوفاة لأن في محمد صلى الله عليه وسلم أي خدمة دم قوية من نوذن تسيل شروم فيكتور هوغو أرقز أجين مثلا إن تقدس الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أسن 6 سبتمبر 1881 داخل النجمة سيدي باري ويحضر يوم الشيخ فزدين مثلا من تلمسان يحضر الشيخ شيخ إبراهيم من تلمسان الجزائر ويسمى إيمان فيكتور هوغو ويسمى أبو بكر هوغو أكاها يتمثل والجزية إذ فلسي عفو ربي إذ فكر بغى رب الرحمن من سيدي ربي يموت 1885 كاها يتمثل إلى يوم القرار مانين من قرن بيرتلين سانت هيلا الجزء الثاني يكتفي اذا تكتب في نص الشرقيون وعادتهم يندن في محمد صلى الله عليه وسلم يدعى العباد لا اله الا الله محمد رسول الله يندن ولكن دعوينس دعوينس يدعى لهنا دعوينس يدعى صلوت دعوينس يدعى سرح وليد شو مسلي الهام صرح بين صرح بينس ينهد الموحد يسعى كرام وين ندير ولا يعذبني سرقد رقد الذكر كما يمثل سيدي ندن لا تسنى الصفات تسعو العبد القارف كانت تسيد ربما يحمل العبد التسعون إيه ندو بحشا في محمد صلى الله عليه وسلم التسعة أكثر في جنب العدالة وكل الرحمة الله جيس ليس القارف الدروة إيه ندو أكثر رحمة تقويز أي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قارف في الناس قول ماشي بوتكش مبارغة الإسلام ذكر كي يسعو ذا عذاب لا إذا يوث الغزوة من خميس نبي مشبع صلى الله عليه وسلم قال أس غزوة ذا طريقة أسمع من الدوكرين إدبلان ينسل من غريون وكان يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم غير يوث تجراني إستافة ويسار السيفينس السحاب الكرم لنا كسيبان جلس تجراني سانا كنت يثم قرحة إنسان كان التصمود جلس يوش بيحنن في صلى الله عليه وسلم خطر حميد أكثر بكنا تحمي يا عبد الدنيا قرنس في ذاك أبي وأمي أن قالوا إنسان سيني في ذاك أكيد في دوصلة ديما في سر السيفنس يكرد يروح ديونا العربي قرنس أورو تبن الحارث يدمد السيفنين في صلى الله عليه وسلم يسر سيستا أرون قرنس يسوى كمن عن فسيو يا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفقد خزرة الدين الله
أركز نمي يرعى الشيخ مثلا يقول إني سيفد الشعر سيفد يغني السيف قلقها ويجب عيث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني سيك شيني ثانو ولا كمل عنه إني كل خير آخر إني سيك شيني فور رحمه ويدخل سعادة شرية خلق إني سرح سمح لك إني ولكن هذا الشعر لا إله إلا محمد رسول الله إني سيك شهيد غالة لا إله إلا محمد رسول الله سينا العربي غورة من الحادث إني ولكن لك عهد قرد حور غابة ونعاونه وين لك حاربة إني سمح لك ورح نساء يا ربي فلك يقول غير ثمور إيسا شيء سنقا إني سروح على دليون وركز الخيار دي سيكسر شيء نظار نسر القاع الخيار دي خلق سيدة ربي دي خلق قيس القاع أي كان أيضا مثل إذو شليح من الفين صلى الله عليه وسلم إلا يوم العالم كان سليو وطولستوي من مول لالوس يعاش بقل 1828 ميد 1910 أركز أكيد ذي المخ وسعى لذا مثل نيسا السادة لا أصرنا وسعى لنا أمثيل للفيلسوف الكاتب ليو تولستوي ذي ثمور لاروس يخدم الأبحاث في ديالات مرة ولكن أجي من غير يقول الإسلام يوايا بلين أين يستخدم المخيس أكنيتي غير حالة من يوفا أين دين ما سيد ربنا أين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوفا ثلاثة كونفيرجونس يعني شو قال وين يسخمي ما كل وين وين يدير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسمعني ولا بلين الإسلام يقرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه خزر كان ولا شو زمان دينه وين يقول بقيت سمع ريون يقول حاجة ما تحمل يا غريك أين تحمل إيمانك باش نظر بليد وكذا الميزان نقول نعم يا سيدي ربي باش يعني باش أنتظر لنا نخدم الشعائر الدين بعد نقول بالك هذا ما يغلد ما ثم بك فسنا هذا حدث المحق هذا دولة سبقة رزقك شمال هذا السن هذا السنكس لا يلقى خزر بلي سيدي ربي شو مليار يظهر شو بلي نقول يقول 970 مليار لعيبة الدولة سيدي ربي متزوج مرة 900 أذكر قال مني غير ميزان ما تحمي ضي غير هي تحمي ضي مني أقيك تسعد الإيمان داخل قوية مولاش إلى قد سعوده قد سعوده هذا المعالجة الدينية الكزاكين مثل أسمان الكزار الدين في محمد صلى الله عليه وسلم يجمعي في داخل قوية الكتاب داخل قوية أحد الناس يجمعي في إيش صغارة يثن إيه قردان العصرنين سدي موسكو وركزاكين إيش صغارة إيه قردان سدي موسكو أي صغارة إلى حدثنا في محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا يونو بريد إجمعات قسم 13 ماي 1903 إجمعات الجمهور يعني من العيبة ذي نخم المحاضرة ذا مفرحت بشو أن في دي هذر إهذرت في حجة الوداع في محمد صلى الله عليه وسلم اسمي دي حجة خمد يوتر خطرة ذي بد الشعر بيس وناس نظرات سبحان الله شدينا في محمد صلى الله عليه وسلم وركز أجينا يطلع في أجينا يريس الجواب إن في محمد صلى الله عليه وسلم يريس الجواب السيقار لهضوري خشمين غير داخل قويم ينيس حمياك وتشفها هذا داخل قويم ينيس حمد غير بشكرف إن كان يعيشنا رميكسنا ينيس وثيني نذن الداخل قويم ذا المستحيل هذا الفور أكان ينسي قار وركز أجينا تمول في الروس أيضا مثلا إنس الشريعة والدينينيش أذيا وذيان ثم الدنيا ذات يوم إنس شريعتك ستسود العالم أكام إذن قال الخطر في الحوض الحكمة في العقل في الحوض الحكمة كم يتمنى باش يعني شو يدن قال الشتاكين سوقي ستنتم وان يجدر أكسيدون باش نكسر بار في الإسلام اسم للسلام الإسلام للسلام اسم السيد ربي سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى السلام اسم السيد السلام والقعامة يمد يخلق سيد ربي القعامة يخلقد العبد ذلك عمرا يفكيز الإسلام ذا الإسلام يزد يفكيز ديهنا سيد ربي تبدد ديهنا ويفكيز ديهنا من القعامة والعبد ذلك عمرا وماذا قلت تبعض بريد الله هنا من يفكى سيد ربي اليوم يوم يبي صغر الجنة ميك سماء دار السلام كغير مثل باش هذيك السلعه الطوبه الاسلام ذا الرحمه الاسلام اللي هنا الاسلام ام يتجدد شبال قول من شيء اي مثل الا يوم الرومان اللي قرن جوستاف لوغو اكيد هنا الا كما داك اللي نقص القاس القيمه كاكاز اللي قاعد ندي دوني شويه ساعه نزل شويه نجل من بعد ما يروح ان اعظم ما عرفه التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من عرفه التاريخ إيه ندعو لش ويندي ويندي وفلان النجم في محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم قناص ماستر داز الإنجليزي إيه محمد صلى الله عليه وسلم إيه ند يخدم ثامور الزراعيين إيه ند الطبيب إيه ند القائد إيه ند غرف لشو ندينا إيه ند يكفي أنظر الحديث اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع إيه ند نكون ذي القوم ونستر حاجة من الروز ولكن ما نقدم غرمك يا ونستر حاجة من الروز مش هرمان عمر عبدنا ونستر من الروز أشو ندي كودي تكمل
المصدر داز الانجليزيه اديقه اي ندعو جميلا مدين العبد ديال العصر كي يتعايش كامل سن كثران الطبات ذي العقل الانتيليجونس يوين مره من الطبات ديال العصر باش يفكيو النصيحه ام النصيحه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم اي ندعو جميلا هذه السؤال باش نتيجه اكاي يتمدن يقرا ديون قرص بيرتران راسيل من فلاسفه بريطانيا يكون بري نوبل 1950 اي ندغر في الاسلام عقد في محمد صلى الله عليه وسلم اي ندعو فيه داخل الدين الاسلام بلي الدين العالم والدين البشريه دين لومانيتي مره انا دخلت التعاليم نس اي ندى نخدم البحث في الناس اي ندى نختصر التفاصيل وين ديننا سيدي ربي غير ديننا في محمد صلى الله عليه وسلم اي ندعو يسجد نسوي لي بري نوبل اي ندعو الاسلام يسجد نسوي لي بري نوبل كده يقال أي مثل وركزاكين يقال إلا يون قناة سيلرستين أسوجي ديون وركزيون الأستاذ ذي اللغات يكتب ذي نس تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم يند وسنف كالا الحقيس وسنف كالا الحقيس أثنى الصيفران أن في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قلنا أن كراس يوم الصيفان ذي الصيفات إكس عام ذي الصيفات ويزميرات يسعو العبد الدنيا إنه نزميرنا هذا الشيء كم إنه إنسان يقعلن الحرب أفشو في قعلن الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم أفل جهل أفل همجية أفل نارشي ولكن الرحمة كويس ولا شو زميرات يسعو الخطط سيدي ربي السيدي كان إنه أرمذي إنسان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يقول إلا يقول لكم أمريكاني قائم قرن ويليام جيمس ديرو الفيلسوف الامريكي ده شو مدينة إن ماذا قلنا الحكمة في العظمة كركزني قاعدين يدوني سوين خل من دوين دجن إن أعظم رجال التاريخ أعظم عظماء التاريخ إن الدين في محمد صلى الله عليه وسلم أكما يدمن ويليون ستان كنديان مقارن زويمة بكتثيس الشرق وعددين إن أعظم لعبد قاعدين يدوني الدين إن الدين محمد صلى الله عليه وسلم إن خطاب المصلح ذي القدير ذي البليغ ذي الفصيح ذي الجليل ذي الميوار ذي المفكر ذي العظيم إن دوني جزرف لغدا سنستعكرا الصفة قنيها هذه والبزيكة إن ديرنا أكلي ويهبر ديون إن دو الدليل نسدر القرآن السنة إن دي خزر القرآن دين سيدار بفلس أكو السنة وين دي فمان دكريس دوين يخدر إن دو بارك عنشتر أكاية مثل إذن ويارد أنا عقيب اللي اكتسكن يقدر يكتسكن يقدر يوني سان يقدر حشوني سان يقدر لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال ويكزم الذي يسين مقدر ويركز حشوني سان يقدر ونو سان يقدر وكتسكر يقدر إلا قناع قيادية إذن أي مثل أين يخدم الإنسان المسلم أبي تعلم السيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مازال لون غسقين أضرب كل درجة بلكة تسكسر في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتي السيرة نرى نغي السيرة كان كسوه لا نغى بلكة يدي يدرو دي تسبلها في الناس إذن أن تعلم السيرة ينسى أن تعلم السيرة ينسى إيوة لون أتطبق في منا ونهضر في الناس الغير نظر خطر ذلك أنا كناس فيك ذا الرحمة كناس فيك السعادة فيك كناس فيك الإطمئنان كناس فيك أرس فيك إذن ملك المحمين في مشبيح صلى الله عليه وسلم إلى أنف بعبريديش قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كان يتمثل شو نشتاقيني سينار نخلق المجتمع أن أمتد لنا دائما وأبدا أنا حمد سيدي ربي الله نشكر في ثمور تنشي بدين الله دو تعلم تدين شي من دو تعلم تنشي بدين الله أن سعو الرحمة مضقوية والله أن تعلم السيرة أن في محمد صلى الله عليه وسلم قد يسكر المحبة جوغرنا باش نميحمى جوغرنا باش نعذي جوغرنا باش نستنفع جوغرنا باش نخدم يون المجتمع المتراحم من كل يوم قد يرحم ويضا نظا وذل الرسول صلى الله عليه وسلم دي قرن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أرجع يا رب من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر ربه يوم النص المحبة سيد ربي محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة القرآن الكريم أية مثل أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقني اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته